الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أحبتي الكرام، هذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق قد انتهينا من جزء من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق، وبقي لنا من هذه الغزوة حدث مهم هو من أعظم الحوادث التي حصلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها وأعظمها وقعا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعل هذا الحدث من أصعب المواقف التي استهدف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه أعداؤه أيما إيذاء. إنها قصة الإفك التي برز من خلالها مخالب النفاق وكشر عن أنيابه واستثمرها فرصة عظيمة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والكيد له. كيف لا وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه القضية بالإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك ليس هو مجرد كذب، لأن الكذب أحيانا يكون كذب منقول، ولكنه كذب مختلق مفترى مصنوع، لا حقيقة له، لا وجود له، إنما الغرض منه الكيد والانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالطعن في أغلى ما يملكه الإنسان بعد دينه بعد إيمانه، وهو عرضه وشرفه. ولذا كانت عقوبة الجناية على العرض أعظم من جناية العقوبة على النفس، فالقاتل يقتل، لكن الذي يجني على الأعراض بالزنا يرجم حتى يموت. في عقوبة غليظة قالوا نتيجة لغلظ الجناية، ولذا قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فمن أصعب ما يكون الإنسان حينما يطعن في شرفه في عرضه، فكيف إذا كان هذا أطهر عرض في هذا الكون، عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها. ولكن لله في ذلك شأن وحكمة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه. ولذا سأقف أنا في نهاية بعد عرض هذا الحدث، سأقف مع ثلاثة دروس أو أربعة دروس على وجه الاختصار، لأن الوقت لا يسمح، وإلا فالحدث مهم والإفك عظيم. سأعرض عليكم رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحدث، لهذه الأزمة، لهذه المصيبة. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا،
تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، وهي غزوة بني المصطلق، من غزوته تلك وقفل، دنونا من المدينة قافلين. آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا ينزل ويرحل، ففي الليلة الأخيرة نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آذن أصحابه بأن يغادروا المكان متوجهين إلى المدينة. قالت: فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني ذهبت لقضاء الحاجة، أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار أو ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، يعني لم يكن عليهن لحم ووزن ثقيل، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به. وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها، جلست في نفس المكان الذي افتقدوها فيه، لأنها عرفت أنهم إذا افتقدوها سيرجعون إلى نفس المكان، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، كان إنسان ثقيل نومه، يتأخر عن الجيش نتيجة غلبة النوم، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصلوا والكل يراهم، لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تقول: وهو ابن زول قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة:
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني مكان قضاء الحاجة. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن زيد ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيه انتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك،
ما أحببت أن يقتل؟ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، أما وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر إن أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان، وهو في يوم من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. قلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم، إلى قوله: غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حمنة
تحارب عنها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. وأترك بقية الحديث والعبر والدروس إلى الدرس القادم، وأعتذر عن الإطالة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.